واحد من الاسباب علاش علاش اسسنا الجمعيه هذه اضطر التقينا مع لي فامي اللي عندهم اولاد وشفنا باللي المعاناه تاعهم انا رئيس جمعيه تحت وحده الوليدات التقينا بسم الله الرحمن الرحيم. انا رئيس جمعيه تاع توحد الوليدات عندي اطفال مصابين من توحد الوليدات. انا قبل ما نكون رئيس جمعيه انا بزاف من خمس سنوات عبر الولايات المتحدة انا غادي نكون نقدم لكم الاحصائيات. راه عندنا في 6 شهور تاع الاحصائيات رانا في تقريبا 100 حاله في الولايات هذا المسجله حاليا وحنا والرقم مرشح للارتفاع يعني في احنا متمنين شرطنا الوحيد هو توفرنا انسياج. السلام عليكم. أكيد نأخذ البني بالعبو. واجيت هذا. السلام عليكم. جرافيس. بس هيا. أبغى من بس. الحمد لله. أروح. أروح سعيد. أروح. أروح. برايم خويا تبان. تبولي استلا. وليه؟ أنا جبت منها. انا بغيت اسمي بولا السلام عليكم. انا المقيمه بولايه موشنت. انا ندور على ولادنا باه يدوهم اونلوا باسكو هذا التوحد راه عالميا ظاهره راهي عالميا. نحوسوا نخرجوا ولادنا من القطاعه وماذا بينا كي جا هذا الوالي الجديد يدير لنا حل ما يخليش ولادنا يدوروا في هذا
القوقعة اللي راهم فيها باسكو رانا في الدار رانا نتحاسبوا معاهم ما يخرجوا ما يدخلوا. رانا ولاية كبيرة راهي قريبة لوهران قريبة تلمسان قريبة لبلعباس نورمالمون راهي في أوندغوا مليح نورمالمون راهي ولاية كبيرة نورمالمون يديروا لنا حل ولادنا باسكو ما رانيش غير أنا ولا 10 من الناس راهم 100 واحد راهم يعانوا من التوحد. كاين اللي ولدها عنده 15 سنة تبارك الله فاهمني واش دير بيه وبنتها اللي عندها 12 عام راهم يدوروا ما يديروا صوالحهم وحدهم نعياو حنا ما نديروا ما نديروش كيما يديروهم كيما يديروا روحهم هما باسكو هذا التوحد ماشي حاجه تاع حاجه معاقده هنيا ولا يفهموا.